بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء في أننا شاركنا في مؤتمر دولي لمحاربة داء السكري المنعقد هنا بمدينة فانكوفر بكندا سنة 2015، وكانت هذه المشاركة هي واحدة المشاركة متميزة بالنسبة للوفد المغربي، نظرا لأن هذا الوباء ولا عنده واحد الأهمية كبيرة في العالم، ولا عنده اهتمام دولي، والأرقام يعني أصبحت يعني تصدح بأنه هناك مشكل لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني، نظرا لأنه كان واحد تحول في المجتمع، تحول ديموغرافي، هناك واحد الشيخوخة وهذا أثبتته الإحصائيات 2014 بالنسبة للمغرب، وكذلك تحول وبائي وهو انتشار واحد مجموعة من الأمراض المزمنة وخاصة مرض السكري. هذا المرض عنده انعكاسات كثيرة، منها أنه أول سبب للعمى، وكذلك لبطر الأعضاء، وكذلك بالنسبة للفشل الكلوي اللي خاصه يعني التصفية الكلوية، وبالتالي ولا مكلف لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة للمؤسسات ديال التأمين ولا بالنسبة للدولة في إطار الرامد، لأنها كتكفل بهذا الأمراض. ولهذا كانت المشاركة ديال المغرب من خلال الرابطة المغربية لمحاربة داء السكري اللي كتقوم بواحد الدور جبار، وقامت باستدعائنا نحن كبرلمانيين مكونين ثلاثة ديال البرلمانيين، الدكتورة مازي فاطمة، وكذلك الدكتور محمد الزردالي والدكتور مصطفى الإبراهيمي. هذا كان واحد العمل مع البرلمانيين اللي تقريبا واحد 50 دولة اللي شاركت في هذا المؤتمر، وفضل واحد تضافر الجهود وعمل مشترك، عمل ديال الفريق مع الرابطة، تمكننا من الحصول انه تم انتخابنا الدكتور مصطفى الإبراهيمي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لداء السكري فيما يتعلق بالنسبة للبرلمانيين. هناك ايضا عمل جبار تقوم به الرابطة بالنسبة للعمل بالنسبة للجمعيات، سواء الجمعيات العالمة او جمعيات المرضى السكري.